وانا خلصت المقدمه بتاعتي وضيفي الكريم مستني ان احنا بقى نخش في الكبسوله، والمخرج عمال يقول لي لا ما تطلعش فاصل، وانا اقول نطلع فاصل، اطلع لي فاصل ونخش بقى في اول فقرات برنامجنا، فاصل ونواصل. رجعنا لكم في اولى فقرات برنامجنا النهارده، والفقره الثابته بتاعتنا هي فقره الكبسوله. تمام، فقره الكبسوله النهارده لو تفتكروا احنا نهينا الاسبوع اللي فات عن سؤال. السؤال كان بيتكلم هو ممكن ينفع مريض يعمل وتطلع نتيجه التحليل بتاعته سلبي وهو حامل الفيروس؟ ده كان السؤال اللي قفلنا بيه مع ضيفنا الاسبوع اللي فات. ولكن خليني اقول على حاجه، اذا كان فيروس كورونا مشكلته في العالم ان هو مسبب بخطوه، احنا عندنا ميزه في البرنامج بتاعتنا، احنا البرنامج بتاعتنا مسبب بخطوه. لو بترجعوا كده بالذاكره لما كانت العدد الحالات 300 ورجعوا لحلقاتنا، يا جماعه محتاجين نهدى، محتاجين ناخد الموضوع بالراحه وبهدوء، محتاجين ان احنا ناخد احتياطاتنا، محتاجين نعمل تباعد اجتماعي. الفزع والناس، وقلنا الناس ما فيش دعوه تستنى الارقام والارقام وصلت كام وبتاع، وانا مبسوط ان حتى الناس ابتدت تبعد الارقام دلوقتي. فاحنا كبرنامج مسابقينه بخطوه. تمام، الاسبوع اللي فات لما اصابنا هذا السؤال كانت احدى القنوات العربيه لقيتها بتسال السؤال ده وبتبتدي بقى تعمل وتجيب ناس وتجاوب عليه، هل النهارده ينفع عيان تبقى نتيجه التحليل بتاعته سلبي وهو حامل الفيروس؟ ده كان احنا نهينا الحلقه اللي فاتت، وعلشان كده خلوني نبتدي الحلقه النهارده الاول ان احنا نرحب بضيف ضيفكم دكتور محمد رشيد شارح حسين المناعه. دكتور محمد صباح الفل عليك. صباح النور يا دكتور. ايه الاخبار؟ الحمد لله اخبار صحتك. مسابقين بخطوه احنا صح؟ طبعا. مسابقين بخطوتين؟ طبعا، لا باكثر. احنا اول برنامج يتكلم عن المشكله من قبل ما تحصل بشهر تقريبا. صح الكلام. يعني اول ما بدا ليها ارهاصات على مستوى العالم احنا بدانا نتكلم، وعايزين برضك نقول ان كانت برضك وزاره الصحه، لان احنا كنا بنتكلم بناء على يعني اجراءات كانت متخذاها وزاره الصحه وبروتوكولات ونظام تعامل وازاي تحديد الحاله وازاي الكلام ده كله، كنا بنتكلم عن هذا الاساس. لكن احنا اول برنامج متخصص يبدا يتكلم في الجزئيه دي قبل اي حد. خلينا اقول بس حاجه للساده المشاهدين قبل ما نطلع على الهواء، كان في نقاش علمي طبي محتدم، لان طبعا اتفقنا ان كل الناس اللي في البرنامج ناس متخصصه، وكانوا بيتكلموا على الايربورن وبيتكلموا على فيروس كورونا، وانا كنت ساكت خالص لان انا كان ليا وجهه نظر ثانيه اللي انا قلتها في المقدمه بتاعتي، وحته التهويل دي انا بحاول الاقي لها تفسير كده بيني وبين نفسي، حته التهويل دي ما اعرفش هل متعمده ولا مش متعمده. دكتور محمد، نهينا الحلقه اللي فاتت بان النهارده هل عيان ينفع يبقى عامل البي سي ار بتاعه اللي هو التحليل الفيروس ويطلع سلبي وهو حامل الفيروس؟ هو بص، وده يخليني اربطه بحته المناعه الصامته. تمام 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 تمام. لا بص، انا اقول لحضرتك حاجه. هو الاول احنا اتفقنا ان في عندي 30% من الحالات السلبيه ممكن تكون فيها ايجابي، انما من الحالات الايجابيه صعب. لا 30% سلبي وهو ايجابي، ممكن يطلع ايجابي. تمام. انما لا، يعني هو بيعمل التحليل وبيطلع سلبي هو ايجابي، ممكن يبقى ايجابي حامل الفيروس، يبقى عنده الفيروس. تمام، يبقى سلبي، ودي بقى لها عده اسباب. تمام. على عكس اللي طالع ايجابي، اللي طالع ايجابي لا، بنسبه تصل ل 99% ايجابي. تمام. واحنا قلنا وجود الفيروس مش معناه، او وجود التحليل يكون ايجابي مش معناه ان الفيروس ده حي ويعمل تاثيراته، ممكن يكون قلنا الماده جزء من الماده الوراثيه بتاعته موجود، لكن تمام. الفيروس اصبح غير قادر على التضاعف وحدوثه بضعفات بتاعه. هي. تمام. طبعا ده قلنا ده بنبدا نبص للحاله ككل. تمام. انما احنا قلنا بقى بالنسبه للجزئيه الثانيه خاصه ان هو سلبي وهو حامل، في حوالي 30% ممكن يطلع سلبي ويبقى هو حامل للفيروس، هو ايجابي. عشان كده طب هل في اسباب؟ طبعا عندي اسباب كتير. تمام. اول سبب عمليه، انا عايزين نقول عنوان رئيسي، ان الاختبار الجيد معناها عينه جيده. يعني عشان اطلع نتيجه واضمن النتيجه جيده وبكواليتي عاليه وبجوده عاليه، لازم تكون العينه نفسها جيده. دي عينه مش مسؤوليه المريض. لا، مش مسؤوليه المريض، مسؤوليه المعمل. مسؤوليه المعمل او المنظومه. تمام. خلينا نقول المنظومه، لان ده العيان بيبقى محجوز في مستشفى، في كذا، في يعني في اوضه ما بيروحش، يعني بتبقى مسؤوليه المنظومه ككل. تمام. فعينه جيده نتيجه جيده. تمام. احنا دلوقتي من ضمن العوامل اللي بتاثر عمليه تجميع العينه، خدتها من انهي مكان؟ هل انا خدتها من مكان المظبوط؟ هل انا لا، يعني ايه خدتها من مكان المظبوط؟ لان طبعا عينه، بالنسبه لو احنا بنتكلم على موضوع الكورونا، عندنا دلوقتي في انواع من المساحات،
في مسحه بتتاخد من الانف، في مسحه بتتاخد من الزور من جوه. تمام. فطبعا دي مش من اي حته في الزور، لازم بتخش منطقه معينه. انت برضو ترجع تاني بتتكلم على الفنيات بتاعت اكس العينه. طبعا المريض ملوش اي ذنب خالص. لا المريض ملوش اي ذنب خالص. تمام تمام. فالعينه نفسها بتخدم من فين، بتاخدها ازاي، دي اول واحد. تاني حاجه نقل العينه. هل العينه اللي عندي دي اتنقلت في ظروف منضبطه؟ يعني نقلتها في ايس بوكس، نقلتها بسرعه الى انت بتتكلم على 30% صح؟ بتكلم على 30% اللي بيحصل فيها مشكله. عمليه النقل نفسه، عمليه حفظ العينه، هل بعد بقى راحت المكان هل اتحفظت في حاجه منضبطه ولا اترمت ولا يعني يلا لما نبقى نفضه وهذا الكلام. يبقى الهاندلنج بتاع نقول عليه الهاندلنج بتاع العين دي. تمام. اول حاجه بتاثر على النتيجه اللي عندي اللي بتدخلني في نسبه ال 30%. تمام. دي رقم واحد. رقم اتنين عندي عمليه اللي احنا عشان خاطر نقول العين ده ايجابي او سلبي لازم نعمل حاجه اسمها استخلاص للماده الوراثيه او الماده السرائيه، اللي هي الحامض النووي الخاص بالفيروس نفسه. عمليه الاستخلاص دي لو ما تمتش باجراءات منضبطه ممكن يحصل مشكله. تمام. كمان عندي ممكن يحصل وانا بعمل عمليه الاستخلاص يحصل تكسير للماده الوراثيه نفسها وبالتالي ما اقدرش اقدر. عندي حاجه ثانيه، ممكن الفيروس اصلا نفسه حصل نوع من انواع التحور في بعض الاجزاء اللي من الاجزاء دي، هي دي بس اللي بدور عليها. ممكن الاجزاء دي يحصل فيها تحور، اجي اقدر يديني نتيجه سلبيه. لان هو ما لقاش الاجزاء بتاعته مع ان الفيروس موجود، مع ان الفيروس موجود. يبقى ده ممكن يحصل نوع من. عندي برضو من الحاجات المهمه جدا، ممكن العينه نفسها يكون الحمل الفيروسي اللي موجود في العينه قليل، ما يقدرش الجهاز او تقدرش الكيماويات او تقدرش الكيس تعمل له عمليه الايه الديتكشن بتاعه او التعليم بتاعه. تعرف حاجه ده يؤدي في الاخر لايه؟ ان انت النهارده لو بتشتكي سيبك من العينه، انت اتعامل مع نفسك ان انت مريض بدور انفلونزا اسمه كورونا. تمام. تاخد فيه احتياطاتك، بتاخد فيه تباعد الاجتماعي بتاعتك، بصرف النظر العينه طلعت ايجابيه او سلبيه. اهلا انا حضرتك الجزئيه اللي حضرتك بتقولها دلوقتي دي انا يمكن استوحيتها من المقدمه اللي انت قلتها. هو فيروس الانفلونزا ما عند في نسب وفيات، لكن كل الناس بتتعامل معاه ايه؟ عادي عادي، مع انه بيعمل نسب وفيات وموجود، لكن بيعمل مضاعفات، بيعمل مشاكل. ساعه لما بيعمل مضاعفات بيعمل مشاكل بتوجه للمستشفى. احنا عايزين هذه السياسه تمشي مع الكورونا. الناس بقى السياسه دي موجوده مطبقه في دول العالم كله برضه، عشان انا في ناس هي غاوي انتقادات وخلاص. بالمناسبه انت النهارده امتى والمناسبه برضه مش المفروض عمالها ربطال نروح المستشفيات. صحيح. لان ممكن تبقى المستشفى مصدر للعدوى. صحيح. وده اللي كنا بنتكلم فيه قبل الحلقه. صحيح. يعني هو مش اجري على المستشفى، المستشفى ممكن تبقى ليها مساوئها مش مميزاتها. هو احنا عايزين نقول احنا دايما في الظروف الاستثنائيه بتبقى كل حاجه استثنائيه. يعني مش كل في الظروف الاستثنائيه ما بتمشيش الامور منضبطه. تمام. مش نفس السيستم، مش نفس الكابستي، مش نفس الناس اللي كانت بتعمل الشغلانه نفس دي معينه بتتعمل، لا بيحصل اكيد بيحصل ديفكت. فاحنا بنقول مش عايزين نمثل نعمل حمل ولود على المنظومه الصحيه طالما احنا نقدر ولو لفتره، يعني حتى لو اليوم هيفرق. طبعا. يعني الحالات النهارده بتتحسب بتروح، فاليوم هيفرق. وبالتالي ندي فرصه للمستشفيات او المنظومه الصحيه ان هي تتعافى. احنا عايزين نخش في هذه المرحله. طبعا. عايزين يعني نقدم مبادره، عايزين ندي المنظومه الصحيه ازاي بقى ازاي تتعافى المنظومه الصحيه تانية مره اخرى وتبقى قادره على التعامل مع المريض. انا شايف ان الامور ابتدت تهدى حتى مع الناس. طبعا طبعا. ايه قصه بقى المناعه الصامته؟ قصه المناعه الصامته هو عشان برضك الجزئيه اللي حضرتك قلت ممكن يكون واحد سلبي، خلينا نقول المناعه الصامته دي يعني ايه؟ احنا لما اتكلمنا على الجهاز المناعي بشكل عام قلنا هو مجموعه من الخلايا المتخصصه بيشتغل للتعامل مع اي جسم غريب، يبقى هنا المناعه بتبدا تشتغل لما بتعامل مع جسم غريب. عندي خطين رئيسيين للجهاز المناعي. خط خاص بنوع من الخلايا اسمها الخلايا تي سيل او الخلايا التائيه، الخلايا التائيه، وخط تاني لاين تاني اسمه البي سيل او الخلايا البائيه، يعني البي. تمام. ده خط، ده لاين وده لاين. تمام. وعندي اصلا تعامل الجهاز المناعي، الجهاز المناعي ده سيستم منضبط جدا 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 واوركسترا معقده التركيب. تمام. يعني عشان يحصل فايتنج او مقاومه لاي ميكروب، لا ده حدوده ممكن الانسان ما يتوقعهاش. تمام. فاحنا الاول بيبدا الاول حصل اصابه باي شيء بيبدا
الحاجات المناعيه البسيطه، الدموع تتعامل معاه، الجلد يتعامل معاه، الحامضيه اللي موجوده في المعده تتعامل معاه بدون اي تدخل مننا خالص، بدون اي تدخل، بدون اي تطور خالص. اللي هي بيسموها المناعه الطبيعيه، دي الحاجات الطبيعيه اللي هي تمام. اللي هي الموروثه اللي هي موجوده في كل البني ادم. تمام. بيبدا الطبيب ما قدرتش تعمل معاه تعمل حاجه، يبدا يتطور شويه الجهاز المناعي، تطلع معين نوع معين من الخلايا اسمها الخلايا الملتهمه، بتعمل حاجه اسمها انجلف او التهاب اسمها الماكروفاج. الخلايا دي بتلتهم بتبلع بتبلع الميكروب او بتكسره. تمام. وبعد كده الجسم بيتخلص منه بطريقه او باخرى. في بعض في الاوقات الطبيعيه بيحصل بالنتيجه لهذه التفاعلات البيولوجيه اللي بتتم داخل جسم الانسان، بتحصل نتيجه لتنشيط نوع، بتؤدي لتنشيط نوع من الخلايا اسمها الخلايا البي سيل. البي سيل دي بتدينا حاجه اسمها بلازما، خلايا اسمها البلازما. البلازما دي بقى اللي بتطلع لي الاجسام المضاده. تمام. بتطلع لي الاجسام المضاده. الاجسام المضاده دي انواع. احنا معنيين في الموضوع بتاعنا اللي هو الكورونا، اول نوع من الاجسام المضاده حاجه اسمها الاي جي ام اللي هو الاميونوجلوبين ام. تمام. ده بيطلع في الاول دليل على وجود اصابه مبدئيه. تمام. او اصابه حديثه. تمام. مع الوقت بتتحول هذه الاجسام المضاده لنوع تاني بيسموها الاميونوجلوبين جي. تمام. ده النوع ده معناه ان حصل خلاص ان حصلت اصابه بالفتره. تمام. طويله، وبدا الجسم دلوقتي في اتجاهه لعمليه التعافي. تمام. الخلايا دي بتفضل موجوده، الاي جي جي ده بالذات ممكن يقعد سنين، بحيث لو حصل تعرض مره اخرى يبقى اوريدي خلاص الجسم عنده المناعه ان هو يتعامل. تمام. تمام. اللي بيحصل ايه بقى؟ عشان حصل لبس إن ممكن نقول العنوان كان بيقول ان ممكن واحد يطلع سلبي بس عنده فيروس. عنده الفيروس او حصل مقاومه للفيروس او حصل اللي هي المناعه الصامته. هو يقصد هنا النتيجه سلبيه، بمعنى ان ما تكونتش اجسام مضاده. احنا عرفنا دلوقتي ان الاجسام المضاده دي بتتكون ضد ايه؟ ضد الفيروس. تمام. فانا لو لقيت الاجسام المضاده يبقى بعرف ان الفيروس موجود. تمام. عندي طريقتين، يا اما عشان اعرف الفيروس موجود يا اما بالبي سي ار او بالاجسام المضاده. تمام. فمش معنى ان ما تكونتش اجسام مضاده معناه ان الفيروس مش موجود، لا، ده معناه ان ممكن يكون الفيروس موجود واقدر اتعرف عليه بالبي سي ار. لكن اللي بيحدث ايه؟ احنا قلنا عندنا خطين، خط الخلايا التائيه وخط الخلايا البيت. تمام. احنا اتكلمنا على ساعات بقى بيطلع الخلايا التائيه هي اللي بتتعامل بشكل مباشر مع الفيروس وتعمل له عمليه تكسير، تعمل له عمليه هجوم وتكسير وتبوظ فاعليته تماما، ويبدا الجسم يتخلص منه دون ان يشعر، وبتحصلش كل بقى المحفزات الثانيه، وبالتالي لان طبعا ده ممكن يفسر ان في ناس ممكن تعمل التحليل ويطلع عندها الاجسام المضاده، صح؟ الاجسام يعني هو بيعمل التحليل يقول لك ده انت كان عندك فيروس كورونا. لا، ما هي الاجسام المضاده دي لو طلعت اللاين التاني ده مش هيشتغل، مش هيبقى في مناعه صامته. تمام. ده معناه كده ان المناعه شغاله وسمعت. مناعه صامته يعني ما سمعتش معايا. ما سمعتش ومفيش اجسام مضاده. ما فيش اجسام مضاده ما سمعتش معايا، يعني ما تدوش ارتفاع في درجه الحراره ولا تكسير في الجسم ولا مش عارف مشاكل في التنفس ولا الكلام ده كله. ده معناها المناعه الصامته ان هي ما سمعتش. ما سمعتش يعني ايه؟ يعني لما اجي اعمل اجسام مضاده تديليش نتيجه، تدي سلبيه. تمام. لكن هي اشتغلت، تعاملت في صمت، قضت هجمه الفيروس وخلصت عليه. لكن امتى بتسمع؟ لما تسمع تظهر اعراض، تبدا تظهر اجسام المضاد. هي دي فكره المناعه الصامته. تمام. انتشر في الفتره الاخرانيه ان انت ممكن تروح المعمل وتعمل تحاليل. التحاليل تقول والله انت عندك او ما عندكش فيروس كورونا غير البي سي ار. تمام. وانتشر برضو في الاسواق السلايد كده او كيتس معينه تديك شرطتين ان انت عندك او ما عندكش. ايه قصتها؟ طيب نخليها في الحلقه الجايه. خليها في الحلقه الجايه. بيت بخطفه كده. طيب خليها في الحلقه الجايه. دي مناعه بقى صامته ولا مش مناعه صامته؟ ده مناعه صامته. خليني الاول قبل ما اقفل الحلقه، انا لاحظت حاجه عند الدكتور محمد رشيد لازم اقولها. الدكتور محمد رشيد بقى بيجي وهو مبسوط. الحمد لله. يعني بحس ان احنا بنيجي يوم الجمعه ده بننقل نفسنا. يمكن بس عشان اسئلتك، يعني احنا كنا عاملين نمط للكبسوله، مجموعه معلومات بنبقى يعني عارفين هنقول النهارده، فيمكن بقت الاسئله بتاعتك مواكبه الاحداث، فبقت الذ يعني. بقى مع نفسين وخلاص. خليني اشكرك في نهايه فقرتنا الاولى النهارده، خليني بنعم عنكم اشكر الدكتور محمد رشيد الشارح وسامع الدكتور محمد. اشكرك جدا. ان شاء الله معانا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله بسهوله جديده، ونجاوب على الاسئله اللي احنا طرحناها في نهايه فقرتنا النهارده باذن الله. الفقره الثانيه النهارده، وهي فقره احنا بقينا بنستناها، وانا عن نفسي بقيت بستناها، مشغبات عادل وعلاء. شوف بقى مشغبات عادل وعلاء النهارده هتكلمنا عن ايه، وقصتنا، وهنختلف ولا هنتفق،
هنوتر بعض ولا هنريح بعض وايه قصة التوتر ولا لا، في الفقرة الثالثة مع مشاغبات عادل وعلاء. فاصل ونواصل.